لانه عنده معطيات او اذا بدي لك دليل. وقت اللي استجوبت للخال اليوم كشاهد بالبدايه رجعت استجوبته مره تانية وقطعت مذكرته افتهمته بالمباشر بالاغتصاب. بالفعل اللي تم مطابقه الحمض النووي بين جثه لين رحمه الله عليها وجميع اسره الام سواء الخال سواء الجد سواء اي حد كان مرتبط بلين او مخالطها في الفتره الاخيره قبل ما تنتقل وتقابل وجه كريم. لانه كان عندها اليوم شهود من ناحيه الام اللي هي اخت الام كلهم اجتمعوا عشان يضروا طفله ويزيفوا الحقائق، لكن اراده ربنا من فوق سبع سماوات خلت كل جموع الوطن العربي تطالب باعدام الناس دي. وكانت استجوبت الام وبعد ما استجوبتها قطعت مذكر طبيب بحقها ما زالت موقوفه. انا لحد دلوقتي اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه مش متخيل ان جد او خال او جده او ام ممكن تتخلى عن شرف بنتها. قال ايه عشان ما تودهمش في داهيه او عشان الفضيحه او عشان اي حاجه. ده شرف بنتك، بنتك اللي هي المفروض حته منك عند ربنا دلوقتي، ما عنديش هتشوفيها. ما عادتش هتقولك يا مامو مرة تانية. تقريبا كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن توقيف خال الطفلة لين رحمة الله عليها. والملفت للنظر اللي بدأ يطلع تقارير إعلامية إن الحمض النووي لخال الطفلة لين مطابق لجثة لين رحمة الله عليها. وهنا تحديدا يا جماعة كان لازم نتواصل مع أكتر من مصدر من داخل دولة لبنان عشان نعرف أصل الموضوع ده وإيه اللي حصل في كواليس المحاكمة في جلسة امبارح. النهاردة هنكشف لحضراتكم المجرم الحقيقي اللي أقدم على الجريمة دي وليه قضية التحقيقات اعتقلت الخال والجد. مش بس كده هكشف لحضراتكم في حلقة النهاردة مفاجأة صادمة بمعنى الكلمة في تقرير الصفة التشريحية للين رحمة الله عليه. وفي آخر الحلقة كمان هنتكلم مع حضراتكم عن تصريحات زوجة والد الطفل موسى رحمة الله عليه وليه القيادات السياسية داخل دولة العراق عملت مقاطع فيديو زي دي وبدأت تنشرها على الرأي العام. أسئلة كتير بتشغل الرأي العام بخصوص الموضوع ده كان لازم نطلع ونتكلم فيها مع حضرتك في حلقة النهاردة. علشان ما طولش على حضرتك يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الكلام. اتكلمنا مع حضرتك في أكتر من حلقة عن قضية الطفلة لين رحمة الله عليه وكانت آخر المستجدات يوم الخميس اللي فات لما جابوا الأم والجد وحققوا معاهم وطلبت قضية التحقيقات سمراندا نصار من الجد اللي هو يجيب محامي وكانت اتأجلت الجلسة لجلسة الخميس امبارح. المهم جه جلسة الجد والأم وتم حبسهم على ذمة القضية وكان متواجد معاهم في نفس التوقيت خال الطفلة لين رحمة الله عليها وجدتها. طب كانوا متواجدين في التحقيقات دي ليه؟ كانوا متواجدين كشهود إثبات على القضية. الملفت للنظر يا جماعة إن أثناء التحقيقات كان في أقوال متضاربة بين الخال والجدة والجد والأم وكل واحد بيقول رواية عكس التانية. فلما القاضية بدأت تستجوبهم اكتشفت ان الجدة متورطة والخال وبدأت في التوقيت ده بعد انتهاء الجلسة تطلع تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي ان تقرير الحمض النووي للخال مطابق لجثة لين رحمة الله عليها. طب ايه حقيقة الموضوع ده؟ هل الموضوع ده فعلا حقيقي ولا لا؟ بكل بساطة جماعة المعلومات اللي وصلتنا من داخل دولة لبنان بتأكد ان تم توقيف الخال لانه كان متستر على الجريمة وكان عارف هو والجدة ان الجد اقدم على جريمه زي دي. طيب في بيان رسمي بياكد الكلام ده؟ لحد دلوقتي اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه مفيش اي بيان رسمي صدر من القضاء اللبناني بخصوص القضيه عموما. طب احنا عايزين نعرف نتيجه الطب الشرعي وصلت لفين وهل هي فعلا اتسلمت للقضاء ولا لا. بكل بساطه يا جماعه نتيجه الصفه التشريحيه للين رحمه الله عليها طلعت بالفعل واتسلمت لاهلها من ناحيه والدها، لكن التقرير يا جماعه اللي اتسلم لاسره الطفله لين رحمه الله عليها من ناحيه الاب تقرير بيوضح سبب الوفاة اللي هو فيما معناه ان سبب الوفاة نتيجة نزيف حاد نتيجة تعرض للاعتداء المتكرر. لكن لحد الوقت اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه المفروض بالفعل اللي تم مطابقة الحمض النووي بين جثة لين رحمة الله عليها وجميع اسرة الام سواء الخال سواء الجد سواء اي حد كان مرتبط بلين او مخالطها في الفترة الاخيرة قبل ما تنتقل وتقابل وجه كريم. بس خلينا متفقين برضو يا جماعة ان اسرة لين رحمة الله عليها المتورط واللي تعرض للاعتداء على لين رحمة الله عليها اكتر من شخص وقلت لحضراتكم في اكتر من حلقة ورجعوا للحلقات اللي انا قلتها التحقيقات هتكشف ليكو ان في اكتر من واحد متورط في القضية دي. وهنا لازم اكررها للمرة المليون انا بطالب باعدام الناس دي في ميدان عام وبطالب بمشروع قانون في دولة لبنان الشقيقة. طبعا كل الاحترام والتقدير للقيادة السياسية والقضاء اللبناني لكن لازم تفعيل عقوبة الاعدام ولازم تشريع قانوني يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام في الجرائم اللي من النوع ده. انا لحد دلوقتي اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه مش متخيل ان جد او خال
او جدة او ام ممكن تتخلى عن شرف بنتها قال ايه عشان ما تودهمش في داهية او عشان الفضيحة او عشان اي حاجة. ده شرف بنتك، بنتك اللي هي المفروض حتة منك عند ربنا دلوقتي، ما عنديش هتشوفيها، ما عادتش هتقولك يا مامو مرة تانية. وللأسف المجرم اللي عمل كده من لحمك ودمك، والمفروض اللي البنت دي عرضهم وشرفهم. وده بقى ينقلني للنقطة التانية اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في حلقة النهاردة، وهي بخصوص قضية الطفل موسى. بكل بساطة يا جماعة، شفنا تصريحات الأم والابن والأب، وكل واحد طالع يتكلم، ووصل الأمر كمان اللي تصور التحقيقات وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا لازم نقف مع حضراتكم ونحط مليون خط، ايه اللي يخليهم يصوروا تحقيقات زي دي ويعرضوها على الرأي العام؟ بكل بساطة القيادة العراقية عايزة توصل للرأي العام ان في شفافية في التحقيقات، وكل حاجة الرأي العام مطلع عليها، وخصوصا بعد التقارير الصحفية اللي كنا عرضناها، وكتير من مقدمين المحتوى والزملاء الصحفيين اكدوا ان في بعض الناس اصحاب السلطة والسطو والنفوذ بيتدخلوا في القضية دي لتسييس القضية. يعني بمعنى اصح بلغة السياسة كده طالعين بياخدوا اللقطة. كل الاحترام والتقدير للقضاء العراقي، لكن لحد دلوقتي اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه المجرمة دي ما اتحاسبتش، ولا هي ولا والد الطفل، لان قلت في الحلقة اللي فاتت مع حضراتكم ان والد الطفل متورط معاها في نفس الجريمة لانه كان عارف كل حاجة، وابن الراجل بنفسه طلع وقال ان هو كان عارف اللي هي بتحط للولد ملح فعني، وشاف جثة ابنه والدود بياكله وما تحركش، يبقى الراجل ده مشارك معاها في نفس الجريمة، وما تستبعدوش اللي هو اللي يكون مخطط لكل ده. الخلاصة يا جماعة، اللي احنا كل يوم بنصحى على جريمة بشعة في حق اطفال مسلمين وعرب. وللأسف يا جماعة لحد الوقت اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه معظم القضايا اللي من النوع ده المجرم حر وطليق وما خدش اي عقوبة، وهتتكرر الجرائم دي مرة واثنين وثلاثة، لان المجرم عارف اللي هو لما يقدم على جريمة زي دي مفيش رضا مستنيه. ده بخلاف البعد عن الدين وعن عاداتنا وتقاليدنا وتعليم الدين الاسلامي، هو اللي وصلنا اللي احنا نشوف النماذج دي في مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الاسلامية. انا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا، ولا اخشى في الله لومة لائم. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تفتكروا حضراتكم هل فعلا خال الطفلة لين متورط في الجريمة مع جدها، ولا دي مجرد تقارير صحفية ليس لها أي أساس من الصحة؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي ماستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام.